جمعية المخيمات الحضرية هي ضمن المؤسسات الانشاء الاجتماعية، عندها أهداف تربوية منذ الخمسينات، عرفت التأسيس ديالو، عدة أجيال تعاقبوا على هذا المخيم هذا وعلى المكتب ديالو. كيف كنشوفوا مولانا الصورة شاهدة على أن تضم واحد الجيل ديال الراعي الأول في المخيمات من فترة الخمسينات والستينات. هذا الجيل اللي تلمدنا على يديهم، والحمد لله اليوم مدينا المشعل لأنفسنا وغادي نعطيو المشعل للأجيال اللاحقة، لأن الرسالة التربوية اليوم هي المطلب. المطلب الأساسي في المغرب هو الرسالة التربوية، أي التنشئة الاجتماعية لمحاولة إدماج فئة الطفولة. جمعية المخيمات الحضرية بالمغرب كتغطي التراب ديال الدار البيضاء، إن كان كيخيم هنايا ما يناهز 1200 طفل في كل مرحلة طيلة خمسة مراحل. المرحلة كانت كتكون فيها 10 أيام، سابقا كانت 15 يوم. اليوم نظرا للمطلب الكبير على التنشيط وعلى فضاءات التنشيط، فالوزارة والمديرية الجهوية ارتأوا في إطار تنزيل الاستراتيجية ديال البرنامج عطلة للجميع أنهم يديروا مخيمات القرب. هو عمل مباشر، فالمخيم ديال المريم كيعرف مخيم تنشيط القرب في هذه السنة هذه بعد الجائحة ديال كورونا اللي تم التوقف واحد المدة، السبب اللي جعل الإقبال يكون كبير على المخيمات بعد الانطلاقة ديالها. اليوم لالة مريم كتشارك في تنزيل الاستراتيجية ديال وزارة الشباب والثقافة والتواصل بهذا المخيم اللي كتهدف لجميع المقاطعات تشارك فيها، اللي عندنا شركاء اللي كيساهموا وعلى رأسهم يعني المديرية الجهوية والوزارة، ثم شركة فينيبروسيت وشركاء آخرون ما يتعلقوا بالنقل وبالزي اللي هما المقاطعات بدعم المجلس المدينة الدار البيضاء ومجلس الجهة. عندنا المطعمة هذه السنة عرفت واحد القفزة نوعية، لأن المطعمة ولات كدار عبر صفقات وكتعطي الممولين، ما بقاش لكي يتفرغ الفاعل الجمعوي للرسالة التربوية. ما يمكنش لك أنت في جمعية مكلف بالتغذية مكلف بالتقدية مكلف هذا، فملي يكون عندك ممولين اللي كيخدم معاك بمستوى المعايير الجودة وكيخدم معك واحد الخدمة اللي هي كتخليك الطفل يكون في أريحية والإطار في أريحية، فكتعطيك العمل التربوي المتكامل. كل واحد كيدير الاختصاص دياله. فهذا المشروع المتكامل كنقول بأنه لا زال يحتاج إلى دعم، ومن كنقول دعم ليس بالضرورة المادي، ولكن تضافر جهود كل الشركاء اللي كنتكلموا عليهم بمدينة الدار البيضاء تزخر بالطاقات وبالكفاءات. ملي كنقول عندنا مجلس مدينة الدار البيضاء كتواجد في مخيم بهذا الحجم هذا، فما خصوش يفوت الفرصة. جميع رؤساء المقاطعات خصهم يساهموا في إنجاح هذا المخيم. علاش؟ لأن الفضل كيرجع لنا من الوليدات ديال المقاطعات اللي هما كيمثلوهم كاملين. فكنظن أن هذه السنة هذه كان تطور ملموس. هناك إكراهات، ولكن كما لا يخلو على الجميع هناك إكراهات، إكراهات عدم الاستجابة للطلبات المتكررة. وانتم معنا وكتشوفوا كنردوا الوليدات، لأن كاين مطالب هما جاوا قبيلة مجموعة ديال الوليدات، يا إما ما كيتوفرش فيهم السن شروط السن، يا إما ما لقاوش المقاعد ديالهم داخل المقاطعات، يا إما ليس لهم علم حتى شافوا المخيم عاد بغاو يتم. فمخيمات القرب كنظنوا أن كيف ما كنحتاجوا لدار الشباب اللي نسميوها دار الحي، كنحتاجوا لمخيم الحي اللي هو مخيم القرب. واش الجمعية كتشرف على المخيم بشكل مباشر؟ الجمعية يعني هي المسؤولة المباشرة على المخيم، ولكن من ضمن الآليات ديال تنزيل البرنامج ديالها والأهداف ديالها كتعتمد في هيكلتها على واحد الأورغانيغرام. كيف شفتوا التغطية ديال المخيم ككل، راه ما يمكنش نغطيو حنا بإمكانياتنا، ولكن عندنا شركاء اللي كيساعدونا في هذه التغطية ديال هذا المجال. وهكذا يكون تنزيل البرنامج ديال الجمعية عن طريق هذا الأورغانيغرام وهذه الهيكلة الأطر. إذا الآن تتواجدوا بمخيم أنشطة القرب لالة مريم، هذا الفضاء هذا اللي مخصص للأطفال ديال مدينة الدار البيضاء، حوالي 13 مقاطعة على مستوى مدينة الدار البيضاء تستافدوا من هذا المخيم. هو مخصص للعائلات المعوزة والعائلات الهشة التي تعاني الفقر، وهذا الفضاء هذا بالنسبة لهم هو مخصص تستافدوا منه خلال الفترة الصيفية. الآن حوالي 800 طفل وطفلة ومؤطرين اللي تتواجدوا معنا، تنحاول نهيئوا لهم ما هو ترفيهي تربوي يعني خلال هذه المرحلة. تنشتغلوا على مجموعة من الورشات انطلاقا من الشعار ديال وزارة الثقافة والتواصل قطاع الشباب اللي هو عطلة وترفيه، وتنشتغلوا كذلك على الشعار اللي منظمه الجمعية المخيمات الحضرية بالمغرب اللي هو الماء نعمة نستعملوه بلا ما نضيعوه. بالنسبة للفئة العمرية منين حتى هاد المخيم هادو تستافدوا منه الاطفال اللي السن ديالهم يتراوح ما بين 7 سنوات و14 سنه ذكورا
واناث تيمثلوا كما قلت في البدايه حوالي 13 مقاطعه. اذا الورشات اللي تنشتغلوا عليها هي ورشه ديال الرسم، ورشه ديال الشطرنج، ورشه ديال الاعلاميات، وورشه ديال التوعيه والتحسيس حول استعمال الماء والمحافظه عليه، وعندنا ورشه ديال الاناشيد التربويه والموسيقى والرياضه بشقيها كره القدم مخصصه للذكور وكره الطائره مخصصه للاناث. اليوم حنا كنتواجدوا في مخيم الحضري الاميره لالا مريم عين دياب مدينه الدار البيضاء. الحمد لله المخيم في المستوى، بدينا انطلقنا في 22 انطلقنا في 22 يونيو 2022 في معلم مقسم على مراحل، كل مرحله فيها 6 ايام. الحمد لله دوزنا المرحله الاولى والثانيه وحنا اليوم في المرحله الثالثه. الحمد لله النهار زعما كيدوز مزيان، كننشطوا مع الاطفال. حنا المهمه ديالنا في مخيم حنا بعدا كنتعاملوا كعائله، عائله الاطفال كنعتبرهم كخوتنا الصغار، اختي وخويا بحال الام ديالي مسافطه معايا خويا واختي صغار، كنتعاملوا معاهم الحمد لله مزيان بالشهاده ديالهم، النهار كيدوز مزيان. واللي كيخيم معنا في المرحله الاولى كيبغي يعاود يجي في الثانيه والثالثه، ولكن الظروف ما كتسمحش لانه كاينين بزاف الاطفال كلهم خاصهم يستافدوا. وفوالا هادشي اللي كاين والحمد لله كلشي غادي مزيان، والاطفال كما قلت لكم زعما حتى بالنسبه للتغذيه ولا الانشطه كلشي كيدوز مزيان. كيبقى اصعب نشاط اللي هو نشاط السباحه اللي الحمد لله كنتغلبوا عليه زعما تحت بكلنا زعما كلشي كنتجندوا لك النشاط باش الحمد لله، حيت كل طفل هنا راه كل طفل كيساوي عائله. راه حنا دابا انا تقريبا 700 طفل يعني 700 عائله، راه خاص حتى شي واحد ما يتضرب ما يتقاس. الحمد لله كنبذلوا مجهود كبير وكلشي راه في المستوى. كيف ما شفتوا اليوم تلقاوني لابس لباس تقليدي وكاع الاطفال كانوا لابسين لباس تقليدي، لحقاش كان عندنا بمناسبه عاشوراء يوم امس. اليوم كنا درنا واحد اليوم شعبي وشاركوا فيه المخيم كامل بلباس تقليدي والحمد لله زعما كان في المستوى. كنحضروا دوك التقاليد القدام ديال جدودنا وداك الشيء، وجمعنا الاطفال ولباس تقليدي ودنا اغاني شعبيه ودنا زعما جميع الثقافات كانوا اليوم، دنا رقاده دنا عساوه اي حاجه معلقه بالثقافه ديالنا في المغرب كنحاولوا نحيوها في المخيم. وكاينين ورشات اخرين بحال المسرح، كنديروا المسرح الفوق كل في كل يوم كيشاركوا اربع مقاطعات، حيت انا كنتواجد اكثر من 12 مقاطعه كل يوم كيشاركوا اربع المقاطعات. وكاينين صافي المسرح وكيكونوا وان شاء الله كنوجدوا الحفل الختامي، يعني في كل يوم اخر كنختموا مرحله بحفل ختامي كل المقاطعات كيشاركوا بماده بلوحه تعبيريه او رقصه او مسرحيه. وهادشي اللي كاين وفيما كنحاولوا دائما حنا اي حاجه تراث اصيل ديال المغرب كنحاولوا نحضروه في المخيم باش الطفل والوطنيه ضروري من الاطفال باش الحس الوطني يكبر فيهم كاملين. سميتي كوشر، جامعه الهراويين. اول مره غنجي وعجبني هذا المخيم، جيت في المرحله الثالثه واستفدت بزاف ديال الحوايج. شنو كيديروا لكم؟ شنو الانشطه اللي كاينين؟ كاينه الشطرنج، معلوميات، السباحه، بزاف ديال الحوايج كاينين، كره القدم بزاف. اليوم كان الشعبي وحيت لي معي صوره داروا لينا الشعبي واستفدنا بزاف الحوايج. النشاط اللي كيعجبني بزاف هو كرة القدم. فاطمة الزهراء الشجري من عين السوق 13 سنة. أول مرة كتجي للمخيم؟ لا فايت لي جيت للمخيم، ما جيتش ذاك العام حيتاش كانت كورونا الجائحة. وشنو الأنشطة اللي كديروا؟ كنديروا بزاف الأنشطة، منها واحد المسابقات، منها أنشطة ترفيهية وبزاف بحال الشطرنج، بحال لعب الإلكتروني، حفلات اللي كنديروا بزاف الحوايج.